كنت متوقع كابتن ماهر بمنتهى الصراحه يعني، كنت متوقع النجاح الباهر لمستر مارسيل كولر من اول موسم ليه مع النادي الاهلي بالشكل اللي حصل دلوقتي؟ ما هو انت بتبني بقى النجاح ده يا احمد او التنبؤات ديت من خلال المواقف اللي بتحصل. ما احنا النهارده قعدنا ما قلناش ان الراجل عبقري وان الراجل عنده فكر وايه، لما بدا يعيش معانا 6 7 اشهر يعني احنا كان حكمنا على الراجل ان احنا اختياره من خلال السي في ومن خلال لجنه تخطيطه كابتن محمود الخطيب. وطبعا احنا قلنا المدرسه دي بالذات بيبقى عندها طموحات والراجل جاي عنده طموح و و و و فما كناش بنقدر نحكم على الراجل ونبدا نديله حقه الا لما نبدا نتعايش معاه. لكن الراجل من المدربين اللي فعلا يعني من خلال اول لقائنا معاه حسينا ان الراجل لا عنده حاجات جميله جدا وعنده دوافع كبيره جدا، وان الراجل ده جاي عايز يعمل تاريخ. وحتى يمكن هو قال انا عايز اعمل تاريخ مع النادي الاهلي، تاريخ من البطولات، تاريخ من الاداء، تاريخ من الاستراتيجيه، تاريخ من الشكل من الاداء. فبدانا نحكم احنا كمان ما بنستعجلش في الحكم الا لما نشوف يا احمد. وانا ضد الاستعجال اللي هو ده عبقري ده خبيث ولسه في الاول، لا بالايجاب ولا بالسلب. لا بالظبط يعني كده، سيب الراجل يشتغل بعد كده تجربه كامله عشان تقدر تقيمه. هو ده الحكم الحقيقي يعني. يعني ساعات بشوف أنا بشوف كمان انه اول موسم صعب انك تقيمه يا كابتن ماهر. يعني بشوف دايما اي مدير فني من حقه انه ياخد موسم واثنين ما دومت شفت فيه الامكانيات طبعا، وعمل معايا مشوار يسمح لي ان انا اراهن عليه تاني موسم. لانه دايما تاني موسم بالنسبه لاي مدير فني، وحضرتك طبعا اكتر حد ممكن تكلمني على ده، تبقى الرؤيه اوضح، عشت واكتشفت شكل المنافسه، امكانيات النادي ايه، امكانيات اللعيبه اللي معايا ايه، احتياجاتي انا ممكن تكون في الموسم التاني مختلفه تماما عن اللعيبه اللي انا لعبت. فدايما تجربته في الموسم التاني بتبقى تجربه خلينا نقول مكتمله المعالم، اقدر ساعتها اقول ده مدرب عظيم او ده مدرب مش كويس. هو ده اللي حصل. احنا ما حكمناش على الراجل انه عظيم انه عبقري في خلال توليته للمهمه بتاعته. يعني في ناس في ماتش واحد ومدربين ده على طول ده في ماتش انا بشوف واحد. يعني يعني حتى في الدورينا الجميل مسافه ما المدرب بيتولى بعد مباراه بيتحكم عليه انه هو هايل وانه عظيم وانه احسن المدربين. يا جماعه صبرا، يعني احنا بتملي مستعجلين القرار. لسه زي ما انت قلت موسم. انا عشان احكم على مدرب لازم يبقى فيه موسم كامل بالنسبه له. وبعدين عايز اقول لك ان الموسم الثاني زي ما انت ذكرت احمد كده مهم جدا، لكن هو الراجل من ذكائه هو بيحضر الموسم الثاني. هو ده بقى ده العبقريه بتاعت الراجل، ان هو بيبدا باحتياجاته للعيبه، الخريطه اللي هو وضعها بالنسبه للاستراتيجيه، احتياجاته للعيبه المؤثره في اماكن هو حاسس ان فيها عنده نقص. نتائجه الحمد لله 5 بطولات في 7 8 اشهر، ده بيديله ثقه اكتر. الراجل بقى فيه تحدي بالنسبه له، بتديله اصرار ان الموسم اللي جاي ان هو من بدايته باذن الله ان شاء الله برضك يبقى موجود على الساحه. ما خسرش ولا مباراه محليه، ما خسرش حاجه جميله يعني. المنافسه بينه وبين مانويل جوزيه ده احساسي كمان هيتفوق على مستر مانويل جوزيه، لانه لسه عنده 2 3 يعني الموسم لسه ما خلصش بالنسبه له. صحيح. النهارده 5 بطولات دي حاجه كبيره وحاجه انجاز. وعايز اقول لك يا احمد انه يستاهل. هو الراجل اولا متواضع جدا، وراجل واقعي جدا، وراجل عملي جدا، وراجل حابب المؤسسه وحابب المكان، والعلاقه اللي بينه وبين مجلس اداره علاقه حميمه جدا. وعايز اقول لك بتهيألي كمان واللعيبه كابتن، برافو عليك، واللعيبه كمان في احساس ان بقى في خلق كده بينهم بشكل كبير. انا معاك في كذا حلقه يا احمد قلت لك بص لعيبه النادي الاهلي نازله التمرين وهي مبسوطه ازاي. بص لعيبه النادي الاهلي الابتسامه على وشها، الطمانينه من حاجتين. لعيبه النادي الاهلي مطمنه من المؤسسه، من البيت الكبير الدفء اللي هم عايشين فيه، والثقه اللي مجلس اداره موليها للولاد وحبه ليهم ومساندتهم بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه. وفي نفس الوقت كمان هم اللعيبه حابه ومياله الراجل بشكل كبير. خليني اقف معاك في الحته دي لانها حته شويه مش مرتبطه بالملعب، مش مرتبطه بالتكتيك، ومش مرتبطه بالحاله البدنيه والحاله الفنيه. لانه انا بشوف انه عدد كبير جدا من اللعيبه هي نجوم الفريق الموسم ده، لعيبه كانوا في اوقات كتير جدا مفاتيح فوز بالقاب وبطولات كتيره جدا. هي نفس اللعيبه دي اللي كان في حملات تشكيك في امكانياتها وفي قدراتها، وكانت للاسف ده وضع ده شيء يعني الناس كلها كانت بتتعرض حتى من جمهور النادي الاهلي لانتقادات شديده وحملات هجوم شديده جدا.
فكره انه الراجل يقدر يرجعهم الموسم ده عشان يظهروا بالحاله الفنيه اللي كانوا عليها، اعتقد دي برضو ناحيه سيكولوجيه او ناحيه نفسيه راجل ادى فيها مهمته بنجاح كبير جدا. ده اهم عامل يا احمد الراجل بيشتغل بيه، العامل النفسي. هو الراجل عارف المنتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي، وده خلوهم من خلال الجزئيه دي معاشرته ليهم فهمهم كويس قوي. الجانب النفسي بيشتغل عليه بشكل كبير، يعني انا اشتغلت مع المان 6 سنين، هولمان وتسوبل. عايز اقول لك هم عندهم طريقه التعامل النفسي مع اللعيبه احترافيه بشكل كبير بصراحه. اللعيبه بيبوظوا الدنيا و و و يروح واخده في الاوضه كده وقافل عليه، وبينه وبينه بتلاقي لعيب خارج مبتسم وسعيد. الراجل دخله في الحته دي، ممكن يكون نبذه، ممكن يكون زعله، ممكن يكون ضايقه، لكن في الاول والاخر ده اسلوب هو بيتعامل فيه من الجانب النفسي مع اللعيب، بينه وبين اللعيب، مش على الملأ، مش قدام اللعيب، مش قدام الجهاز. برضك احنا لعبتنا بتتاثر، حساسه جدا لما تبدا تخش فيه. وده اسلوب بس قديم بس جدا، بس لما بتملكه بيطلع احسن ما عنده جدا، ولما بتكسره طبعا ما ينفعش. الجيل ده بالذات يا احمد، الجيل ده جيل محتاج انك انت ترفع من روحه المعنويه.